صار الدمار في الأستاذ أحمد شقر خسارة كشيء وخسارة الصحافة المصرية الأستاذ أحمد شقر رحمه الله خسارة أيضا عظيمة. كان الرجل إشعاع ثقافية وابتسامة على وجه كل مصري في كل صباح. كل قراء الأخبار وأخبار كل المطلعين على الصحافة المصرية كانوا عشاق أحمد رجب. أحمد رجب كان ظاهرة استثنائية في حياة الصحافة المصرية. استطاع في نصف كلمة أن يشيع الابتسام على وجوه كل المصري. رحمه الله رحمة كبيرة إن شاء الله. شكرا جزيلا. الحقيقة ننعي لنفسنا وللجماعة الصحفية كلها ولملايين من محبي ومريدي الفنان الراحل او الكاتب الساخر الراحل العبقري احمد رجب اللي يعني امتع الملايين على طوال اكثر من 50 عاما ب يعني افكاره المدهشه والمبدعه والناس الساخره والسابقه في ان واحد التي كان يخطها يوميا في عموده نصف كلمه في اخبار او عبر كتابات او مقال فكره في اليوم والتي وهي الكتابات التي كان يعبر فيها دائما عن قضايا وهموم الشعب المصري والمواطن المصري وايضا ابتكاره لعشرات الشخصيات التي تعبر عن جوانب معينة من المجتمع المصري من قاع المجتمع من قضايا المجتمع من واقع المجتمع فلاح كفر الندوة العشرات الشخصيات يعني لا يعني فلاح كفر الندوة كانت مشهورة لكن هناك عشرات الشخصيات التي كانت تعبر عن قضايا معينة وواقع معين في المجتمع المصري.